يا إلهي يا إلهي رحمة عفوك 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 رحمة عفوك عفوك عفوك. يعطيكم العافية شباب. اللي شاف المقطع السابق واللي تكلم فيه عن المقامات ببساطة عملنا الجمل اللحنية، طلعنا بهذا اللحن البسيط الواضح على مقام العجم. أنا بستغل الفرصة وفي هذه الحلقة راح أمشي على بقية المقامات المعروفة المشهورة وبنفس هذه الطريقة، فحياكم في هذا المقطع وخلونا نبدأ ونشوف شلون بقية المقامات نسمعها على نفس طريقة التلحين ونفس هذه الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثل ما ذكرت في مقدمة هذه الحلقة، اليوم راحين نسوي نفس اللحن اللي استخدمناه الحلقة السابقة، وأنا أكيد أتمنى أنك ترجع تشوف الحلقة السابقة عشان تعرف شلون إحنا طلعنا بهذا اللحن. المقطع هذا أنا راح برضو أؤدي على نفس الطريقة لكن على المقامات البقية. يعني عندنا مقام الكرد، مقام الحجاز، مقام الرست، مقام النهاوند، مقام السيكا، مقام الصبا. بحاول قدر الإمكان أني أكون برضو بنفس الوضوح بنفس الطريقة نردد نفس الجملة هذه على هذه المقام. أكيد قبل كل جملة راح نسمعها في النوتة سماعيا ونرددها بنفس الأداء. فخلينا نبدأ بمقام الكرد. طبعا بالنسبة لمقام الكرد، الشغلة شباب اللي راح نعتمدها وهو وين المقام المتعارف عليه في هذا السلم. يعني احنا لما استخدمنا السي ميجر في مقام العجم، فانا ما راح استخدم الكرد على السي، يكون الاستقرار حق السي، لا، انا بستخدم الكرد اللي في نفس هذا السلم، وهكذا الحجاز برضو في نفس هذا السلم. فخلنا الان نبدأ نشوف. طبعا بالنسبة إلى العجم اللي إحنا سويناه كان كذا، زين، هذا كان سلمنا وهو السلم الميجر المتعارف عليه. فكيف يكون نفس اللحن هذا على مقام الكرد؟ بنستخدم نفس الطريقة، يعني كنا نقول يا إلهي، تذكروها نفس هذه الجملة أنا بروح للكرد، فبتصير بالطريقة هذه. بتكون بهذه الطريقة. فإذا جيت بقولها يا إلهي يا إلهي رحمة عفوك 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 رحمة عفوك عفوك عفوك. فبتكون هادي بنفس طريقة اللحن العجم، لكن هذاك عجم وهذا كرد. أنا أترك لك أنك أنت تجمع الجمل بعد ما أخلصها وتروح تسمعها وتشوف الفروقات بينها، ولكن كانت بنفس الطريقة. على نفس هذه الطريقة برضو أنا بروح إلى الحجاز وبستخدم الحجاز برضو في نفس هذا السلم، فبيكون الحجاز هذه درجة. بتكون أول جملة أكيد في تتشابه، لأن الحجاز يتشابه مع الكرد في الجنس الثاني. خلاص شبعنا من جو الحجاز، فبيصير بهذه الطريقة يا إلهي يا إلهي رحمة عفوك عفوك عفوك
محبوك رحمه عفوك عفوك عفوك. طبعا انا شباب ما ابغى اروح لك في تفاصيل شنو هو يناسب هذا المقام من طريقه اداء، انا فقط ابغى التزم بالاجناس اللي استخدمناها وطريقه اللحن. انا بحاول اخلص كل المقامات ان صح التعبير الغربيه اللي ما فيها النوته الشرقيه علشان بعدين ننتقل الى النوته الشرقيه. فباقي عندنا الان خلصنا العجم، خلصنا الكرد، خلصنا الحجاز، نشوف الان النهاوند. طبعا النهاوند في هذا السلم بينزل، ليش؟ لان بنروح إلى الدرجة هذه على نفس السلم. واضح شباب، فخلينا نشوف على نفس الطريقة اللحن. شوف جو كيفه، لكن يبدأ من تحت. الجملة الأولى بتكون يا إلهي يا إلهي رحمة عفوك 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 رحمة عفوك عفوك عفوك. طبعا شباب انا الان دخلت في حالة ارتخاء تام، هذا المقام النهاوند في هذا الجو فعلا ما ادري يمكن غير يعني يختلف، لكن انا يعطيني حالة ارتخاء رهيبة، اتوقع انكم ربما بعدكم لمحة. نجي الى البيات. طبعا انا البيات راح او حقيقة يسموه البيات، انا راح استخدم نفس السلم كامل، لكن في الحالة هذه بتكون النوتة عندي فوق هي اللي مكسورة التشريق فيها، هذه يعني بيكون بالطريقة هذه. ودائما شباب الجنس الثاني كورد، فهنا النقطة أن ربما دائما نسمع الإحساس الثاني قريب من نفس الجملة حقنا، فخلنا نقول مثلا الجملة اللي نستخدمها دائما في هذا المثال. هذي يا إلهي، لاحظ إحساس سلطنة البيات. يا إلهي، شوف نفس الحركة اللي أنا برضو أسويها تعطي زخم أكثر في جو المقام. الجملة اللي بعدها زي ما كنا نسوي، لاحظ أنا بالطريقة هذه لا قاعد أطلع نوتة الكورد، لكن لو بأرفع الرفع لا أروح لازم إلى رفعة المقام. ما أبغى أطول أنا في المثال، خلينا نروح على طول. يعني يا إلهي يا إلهي رحمة عفوك 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 رحمة. لاحظ أنا في الطلعة هذه إذا أنا بكون على البيات فالمفروض أني أطلع الطلعة التشريق النوتة الشرقية، فبالطريقة بس خلنا أقول لكم شباب نصيحة، يعني في التلحين أنت إذا بتروح بالطريقة هذه يعني جملة ديكور، هي ديكوريشن يعني مي جملة أساسية في اللحن، أنا ما أنصح أن تعطيها هذه النوتة، يعني قد تكون حسية القضية. لذلك أنا نعم لو أنت بتكمل في المقام في الدرجات العالية وعندك الإمكانية روح إلى النوتة الشرقية لأنها هي من أساس المقام. فإذا اللحن عندنا مال البيات زي ما قلنا لكم يا إلهي
يا إلهي رحمة عفوك 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 رحمة عفوك عفوك عفوك. طبعا أنا كمؤدي حسيا كل مقام يخليني أدي بطريقة يعني متعود أنا في المقام. وعندي مواضيع برضو تفصيلية ممكن نتطرق لها في طريقة أداء المقامات، فهذا بالنسبة للبيات. برضو باستخدام البيات نقدر نروح مباشرة إلى الصبا، فبيكون الصبا وعلى نفس السلم. هذا الصبا، وما في أشهر من إحساس الصبا، يعني ما نحتاج نوضحه، ولكن بنقول اللحن تبعنا. واضحة. يا إلهي يا إلهي رحمة عفوك عفوك عفو رحمة عفوك عفوك عفوك. لاحظ عميق الإحساس. طبعا بما أن احنا ملتزمين بجملة اللحن حقنا، فزي ما قلت لكم شباب أغلب المقامات إذا مو كل المقامات يتمركز جنس الكرت في الجزء الثاني، فبتلاحظوني دائما أدي الجزء الثاني بشكل متشابه مع البقية. الآن خلينا نروح إلى الرست والسيكا، لأنهم عدهم النوتات الشرقية زي بعض. فالرست بيكون طبعا الرست هو تقريبا العجم لكن بالنوتات الشرقية. خلنا نشوف. واضح، والرست مقام جدا مشهور، ولكن احنا في مقطعنا هذا وفي حلقتنا هذه نتكلم عن لحن بحد ذاته سويناه على المقامات. فخلينا ناخذ الجملة بسرعة عشان لا نضيع وقتنا. لاحظ هذا الجنس الأولي، وباقول فيه برضو الجملة تبعي يا إلهي. يا إلهي انتبه، طبعا أنا الآن ما قلت النوتة الشرقية، وهذا اللي أنا أبغاكم تنتبهوا له شباب، حتى اللي يعرف المقامات إذا ما يمارس يمكن يطيح في المشكلة هذه، فتحتاج أنك تحاول تعلم إذنك عليها، خصوصا يمكن أنت توك طالع من العجم والنوتة الغربية راكزة في إذنك. فإذا بيكون بالطريقة هذه الجملة تبعي. عفوك 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 رحمة عفوك عفوك عفوك. يمكن لاحظتونه أنا أدي لما دخلت على الرس صرت أفتح صوتي أكثر، يعني هذه الشغلات قلت لكم شباب في يعني واجد أمور تساعد في توضيح المقام، طبيعة تفصيل المقام زي ما قلت لكم، المسافات، برضو الأداء وطريقة إخراجه في الحنجرة وأشياء كثيرة. خلينا الآن ننتقل إلى السيكا. طبعا هم يختلفون السيكا هل هو في جنس الحجاز أو ما في جنس الحجاز، لكن أنا أتعامل مع السيكا على أنه الرست اللي معمول للشيفتينج من النوتة الشرقية. يعني إذا كان الرست يبدأ كذا، فإذا السيكا يكون كذا،
استقر على نوتة المشرقة نفسها اللي معمول لها ربع التون. بيكون بالطريقة هذه. يا إلهي يا إلهي رحمن عفوك 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 رحمن عفوك عفوك كافو. زي ما قلت لكم شباب لكل مقام إلى طريقة في الأداء برضو في إمكانيات الحنجرة. يعني أنا مجالي الصوتي لو بدأت هذه يعني المقاطع بدرجة أقل كان أكيد بعطيك جمل أوضح بكثير، لأن على نفس المقام هذا بالدرجات هذه المجال حقي يكون صعب في الدرجات العالية وزي ما شفنا. ولكن الفكرة شباب أعتقد أنها وضحت، سوينا لحن وأديناه بوضوح تام على مقام العجم، وفي المقطع اليوم نفس اللحن تماما ونفس الطريقة وبنفس الكلمات أديناها على بقية المقامات: الكرد، الحجاز، النهاوند، البيات، الصبا، الرست، وآخر واحد السيكا. يعني في مقامات كثير فرعية وكذا، ولو مثلا بسوي مقطع أكمل إلى هذا الموضوع وأروح إلى مقامات مثل أثر كورد أو أثر حجاز كار بوسليق، وفي مقامات يمكن تعرفوها بعضكم مش من المقامات الأساسية وبرضو مقامات جميلة وتعطيك أشياء جدا رائعة. أتمنى شباب أكون يعني أعطيتكم نبذة بسيطة واضحة كيف ممكن أنك أنت تخلق لحن على المقام ببساطة بدون إشباعات بتكنيك واضح ويعطيك الجو حق المقام. ولو مارست بهذه الطريقة وعلى هذه الجملة اطمن شباب أنك راح تدخل وتتحسس المقام. ليش؟ لأن بنفس الطريقة بنفس الجمل وعلى نفس الطبقات، فكونك عرفت تميز بين المقامات سماعيا معناته أنك أنت تجاوزت شوط مش بسيط في اصطياد المقام وإحساس المقام. هذا كل شيء بالنسبة لمقطع اليوم. تحياتي إليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.